www.windowedding.com هو السايت اللي فيكم دايما تستشيروه اذا حابين تقارنوا تعرفوا وين لازم تتوجهوا لايفنت معين انتم بحاجه له او لحيالله مستلزمات معينه لايفنت كبير انتم بحاجه له. اكثر شيء نحن بحاجه لما بيكون في ايفنت نكون نحن جاهزين. اليوم عم نستضيف بالاستوديو نسيب صوايا من سابين او مؤسس وصاحب سابين هذا سايت windowwedding.com. اهلا وسهلا فيك نسيب. ليش سابين؟ وسابين بيهتم هالمره بالعريس، يعني عاده الاهتمام بيكون بالعروس، هون الاهتمام بالعريس وبالشاب اجمالا لما بيكون في اي ايفنت كبير، بس ليش الاسم سابين؟ سابين هي عاده رجل العاقل او الحكيم، يعني الوايز مان بيقولوا. فنحن بقرن 21 دائما وايز المان، نحن هيك عم جرب، نحن بهالمجال عم جرب نكون ايكولز معكم، يعني عم جرب نكون قادرين نحن كمان نرتاح، نحن نظبط حالنا، ولانه كمان البنت بتحب انه الرجال بيكون مظبط حاله ومرتب. فقررت انه افتح سابين مانز اكزيكتيف جرومينج هون بلبنان تنغير شوي، تنفرجي العالم انه يعني غير بلبنان، غير انه في الكلابز والبوب سينز، في اشياء كمان شيء جديد بيفتح هون بلبنان كمان. وين شفت الحاجه يعني بالتحديد؟ بما انه الشباب يعني نسبه قليله منهم يلي بتهتم بالمظهر الخارجي بطريقه بروفيشنال، يعني هلا الحاجه عملت ريسيرش انا قبل ما اجي وافتح هذا سابين. في رجال كثير بحبوا هالسيرفيسز بس ما عندهم محل يروحوا عليه يرتاحوا، انه ماسكولين سيتنج يكون في، لانه عاده الرجال هون بلبنان بيروحوا او مع مرته او صاحبته على المحل النسوان، يكون قاعد حوالي نسوان. هذا مش غلط بس انه الواحد لازم يكون مرتاح لما بيكون بحاجه ليعمل شغله معينه بالضبط، او تجي الاستيتيسيان عنده على البيت مع مرته. فقررنا نحن نعمل سيتنج ماسكولين يقدر الرجال يجي بكل رياحه وكل برايفسي، يعني ويعمل كل شيء. يعني عندنا A to Z services، كل شيء للرجال من قص الشعر لضفير لبودي ثيرابي هي المساج الفيشل والليزر تريتمنت اكيد. فبيقولوا انه it's a one stop place. يعني في اشخاص متخصصين بهالمجالات عند الرجال او هي الاستاتيك للكل سوا؟ لا هي الاستيتيك بس هي بتفرق السيرفيسز اللي نحن نقدمها. يعني بشره الرجال بيتغير عن بشره المراه. نحن بنركز على بشره الرجال بطريقه انه معقول يكون بشرته شوي مزيت اكثر، ناشف، في حبوب اكثر. فنحن عندنا تريتمنت خصوصا للرجال وفي يعني كيف بدي اقول لك سمبل بسيطه، يعني الرجال بتعرفي ما بحب الفزلكه وكثير يضيع وقته. فنحن كل شيء بده شيء على السريع، على السريع بيجي من المكتب ساعه بكون خلص كل شيء وبيرجع على المكتب او على البيت. خلينا نشوف فيديو عن سابين، نشوف كيف اجواء سابين ونشوف بالتفصيل يعني الاشياء اللي بيقدمها هال اوكي. رح افصل لكم هلا هذا الانتري هون اللاونج. بيجي بيرتاح زبون بيشرب هيربل تي ولا كوفي قبل ما يفوت. هون عندك المانيكير باديكير سكشن، عندك اكيد الوايرلس هيدفونز مع تي في ريسيفر، وعندنا مايك كمان. مثل ما شايفه هون عندك تي في برايفسي، فيك ترجعي البراده فور برايفسي ريزنز. يعني هون عندك الحلاق، هون السوانت بودي ثيرابي اللي مساج كمان بيعرفوه هون كمان. هون عندك الليزر روم، هون عندك السواد الفيزاج، مثل ما شايفه كاتري كل شيء عندنا الديكور فيري سمبل، يعني بسيط والتكنيك اللي نحن بنستعمله كمان بسيط. هون عندك مستعمل برودوي نيو ديرما وعندهم لاين خصوصي للرجال اكيد. مثل ما شايفه هون مسيو رجال حنيني مقدمين متواياج. فهول البروسيجرز اكيد كل شيء عندنا معقم مش مطهر، معقم اب تو يعني لدرجه المستشفيات والحكمة اسنان. وكل شيء اكيد بنلبس كفوف، واهم شيء نحن عندنا النظافه. وبالنسبة للمانيكير وهيك في اشياء، يعني في طرق معينة للرجال؟
هلا مش يبين كثير يعني اوفر او يبين انه بصير يعيروك كانه ست يعني عم تحكي الشيء الوحيد حالة. اللي بيفرق بين المانيكير تبع البنت والرجل هي الفيرني يعني هاي الشيء الوحيد اللي نحن ما بنقدمه لانه اكيد رجال مش مطلوب. اي اكيد يعني ما ف البيسكس ان كيوتيكل ريموفينج يعني بشيل الكيوتيكل واصطفير وبرد وهيك اساس بشيل عاده الشباب اللي توجهوا لعندكم بيبقوا عارفين شو بدهم يعني مطلعين نوعا ما على الاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها هلا اوقات بيصير في مفاجات عنا اوقات بيكون مرته او خطيبته مقدمت له هديه فاوقات تكون عملت له سربريز هيدي حاجه عند النساء للرجال مش عند الرجال نفسهم 90% اللي الجيفت باوتشرز اللي نحن بنبيعهم بيشتروهم النسوان لرجالهم فيونسي اصحابهم فكذا مره فات لعنا رجال ومتفاجئ مش عارف شو لوين مش عارف حاله وين رايح بس بيطلع اكيد مبسوط بيطلع مرتاح ومبسوط وما بيرجع عن الباب ولا مره لا لا ابدا لانه المحل يعني وقت تفوتي بتحسي الامبيونس تبعها كثير رجالي من الميوزيك للإكلاتي على الحيط على البلاط بحب يعني عندي كثير رجال يعني جربوا مره وصاروا مثل بيقولوا ريكيرنج كلاينتس بيجوا كل جمعه فهي شغله لنا كثير بوزيتيف يعني يرجع الرجال لحاله بدون مرته او صاحبته بقى فهيك عم بيصير عنا وان شاء الله تضل هيك ونحن بنشجع كل شيء رجال لانه عارفين نحن عنا برايفسي وامبيونس رجالي فهي بالنسبه لنا بوزيتيف كيف بتكون هالامبيونس لما بيجتمعوا الرجال بنفس المكان ليهتموا بحالهم هلا هيدا قلت لك مثل ما عندنا اللاونج اريا بيشربوا قهوه قبل ما يفوت او هيدا بتلاقوا كثير رجال اعمال مع كل شيء اندستريز يعني من الانشورنس للفاينانس للبنوك للجنرال مانجر بصير في تفاعل يعني هي صارت يعني للريلاكسيشن بالضبط هي صارت يعني غير ريلاكسنج صار مثل جرومينج كلاب اتس ا كلاب صار مثل لاونج بيجي بيتسلوا الشباب مع بعض وصاروا في كثير عنا زبائن صاروا ما عارف من ورانا نحن يعني ف بيقولوا انه اجتمعنا بسيبين او تعرفنا على بعض من سيبين او بيكونوا قاعدين حد بعض على المانيكير تشيرز وبيحكوا مع بعض شيء طبيعي يعني بتعرف الرجال بيحبوا يحكوا سياسه بزنس فاينانس اللي هو بس انه هذا المحل اللي هيك بتحسيه مناسب له بجلديب مركزكم بجلديب